يقول بعضهم عن الخروج على عثمان رضي الله عنه أنه خروج على ولي الأمر، ولكن لم يكن خروجا حقيقيا، إنما هي حركة ثورية، والخروج الحقيقي كان في عهد علي رضي الله عنه. فما هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. هو أول الخروج على عثمان، ثم تبعه الخروج على علي، ثم تبعه مذهب الخوارج المتوارث. فبداية الخروج هو مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم.